كشف تحقيق أعده برنامج دراسات العقوبات في المنتدى السوري ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية ومركز عمران للدراسات الاستراتيجية عن وجود رحلات جوية بين دمشق ومدن أوروبية. أشار التحقيق إلى أن محمود الدج هو عراب هذه الرحلات، وهو شخصية متورطة بتهريب المخدرات من سوريا إلى مدن كثيرة. المزيد في تقرير عبد الحميد دباك. كشف تحقيق أعده برنامج دراسة العقوبات في المنتدى السوري ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية ومركز عمران للدراسات الاستراتيجية، كشف عن وجود رحلات مباشرة بين دمشق ومدن أوروبية، وهو ما لم يحدث منذ نحو عقد من الزمن، أي ما بعد بدء الثورة السورية ضد نظام الأسد عام 2011. التحقيق يشير إلى أن الرحلات الجوية بدأت بالفعل واستمرت ذهابا وإيابا خارج دائرة الضوء إعلاميا. دفع منشور ترويجي نشر عبر صفحة فيسبوك قبل 6 أشهر دفع باحثين سوريين لملاحقة خيوط وشبكة مشبوهة تربط ناقلا جويا يونانيا بشركة طيران تدعى طائر حر ويديرها الدج. أما الناقل الجوي الأوروبي فهو شركة طيران البحر المتوسط في اليونان، وتقول مصادر مفتوحة اعتمد عليها تحقيق مطول إنها على ارتباط وثيق بالدج، وهو ما يؤكده الأخير بنفسه، بينما يبدو أن رؤساء مجلس إدارة الشركة المذكورة على علاقة مع نظام الأسد. كشف التحقيق عن اسم جديد وهو محمود الدج، اللاعب الرئيس في مسألة الرحلات الجوية بين دمشق ومدن أوروبية، والمتورط أصلا في تجارة المخدرات، والمحكوم بالإعدام في ليبيا لضلوعه في هذه التجارة. ويضيف التحقيق أنه في 2013 ظهر الدج علنا للمرة الأولى في مقابلة على تلفزيون النظام بتهمة تحويل أموال للخارج، ومنذ ذلك التاريخ لم يستطع الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، وبقي يمارس أعماله في موانئ أخرى ويقيم في ليبيا بصفة شبه مستقرة. حيث يضيف التحقيق إلى أنه مرتبط بتهريب المخدرات بما في ذلك الحشيش وحبوب الكبتاغون، كما أنه على صلة بعصابة تتلقى المخدرات المهربة لتوزيعها، وكانت جزءا من عملية مصادرة مخدرات عام 2018. ونظراً لعلاقة شركة طيران البحر المتوسط مع زعيم المخدرات الدج والنظام السوري وممارسات الطيران التي يحتمل أن تكون غير آمنة، يفتح التساؤل عن خطر هذه الشركات على أوروبا وإمكانية تصديرها للكبتاغون إلى دول القارة العجوز.
حول هذا الموضوع رحب بسامر كعكرلي سكرتير المكتب السياسي في حزب اليسار الديمقراطي من هانوفر، وأيضا رحب بالدكتور خلدون النبواني أستاذ في الفلسفة السياسية معنا مباشرة من باريس. أهلا بكم ضيوفي الكرام. بداية أبدأ معك سامر كعكرلي، إذا هذا التحقيق يكشف عن رحلات جوية من دمشق ومدن أوروبية، هل برأيك يعني يمكن أن يتم ذلك من دون علم الحكومات الأوروبية؟ تحياتي، مساء الخير إليك وللسيد الضيف للسادة المشاهدين. وخليني أنا أبدأ حديثي بتوجيه التحية لشباب وصبايا وعائلات السويد الكرام على هذه الجمعة العظيمة اليوم. بالنسبة لسؤالك أنه هل يمكن أن يتم تسيير رحلات عبر من دمشق إلى أوروبا عبر أثينا؟ سيدتي، نظام الاتحاد الأوروبي يعتبر بأن الرحلات الداخلية ما بين أثينا وأي عاصمة أوروبية تنطوي تحت الاتحاد الأوروبي هي رحلات داخلية وليست رحلات خارجية، كرحلة دمشق إلى حلب أو إلى القامشلي، شركة الطيران السورية لما كان سير إلى حلب أو القامشلي. التلاعب صار بأنه تتسير الرحلات من دمشق إلى أثينا وعاصمة اليونان وهي دولة ضمن الاتحاد الأوروبي، ومن ثم يتحول الراكب من أثينا إلى باقي الدول الأوروبية عبر مستخدمين الوحدة الاتحاد الأوروبي بذلك. لذلك نعم، من الممكن، وأنا سمعت منذ فترة وأنا ساكن بألمانيا بهانوفر بأنه نعم هناك رحلات إلى دمشق من دوسردورف عبر أثينا. هلا أنا ما بعرف بالضبط حقيقة أنه هل يتم تغيير الطيارة من دوسردورف من بأثينا، يعني من دوسردورف لأثينا رحلة الطيران ومن أثينا دمشق، حقيقة ما عندي معلومات عن ذلك. ولكن أنا نعم سمعت، وحتى من ستوكهولم كمان، أنا بيت حماي كلهم بسويد، قالوا لي بأن هناك رحلات تسير من ستوكهولم لمطار دمشق الدولي عبر أثينا. فنعم يمكن استخدام ذلك عبر استغلال الوحدة الأوروبية بذلك، أعتقد ذلك. نعم سيدتي. طيب سيد دكتور خلدون، أجدد ترحيبي بحضرتك، يعني كيف تقرأ هذه العملية، يعني هذه الرحلات التي تم الكشف عنها والتحقيق يكشف عن رحلات جوية بين دمشق ومدن أوروبية، ما حقيقة هذه الرحلات وما الهدف برأيك منها؟ تحية لك سيدتي لضيفك الكريم، أحيي أيضا المتظاهرين في ساحة الكرامة في السويداء، ولكني أود أيضا تحية المنتدى السوري ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية ومركز عمران على هذا التحقيق الممتاز الذي قاموا به والذي يكشف حقيقة انتهاكات حقيقية والتفاف على العقوبات. وبالتالي الآن السلطات سواء في أوروبا سواء ضمن الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بعض الدول العربية المعنية عليها الآن بعد أن كشفت كل تلك الأوراق أن تأخذ مسؤولياتها وتمنع مثل هذه الانتهاكات. الآن نعم، يعني كما تفضل ضيفك، المشكلة ليست يعني ما بعد أثينا، حينما يصل الشحنات أو الركاب إلى أثينا وبعد ذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي هنا لا مشكلة. نفت دوسلدورف في السابق، أو الطيران الذي يقال أن من دوسلدورف إلى دمشق لا يوجد طيران، هناك عبر أثينا كل شيء يمر عبر اليونان، ويبدو أن هناك نوع من التفاهم المافيوي ما بين أشخاص في اليونان أو عصابات واصلة ولها سلطة في اليونان مع بعض الشخصيات المافيوية في سوريا، وبخاصة الدج الآن، محمود الدج الذي هو الآن على واجهة المسرح من جديد، فهو قد سبق وصدر بحقه حكم بالإعدام في ليبيا نتيجة الاتجار بالمخدرات أو ما يسمى شحنة نوكا، التي أوقفتها اليونان بالمناسبة وكانت تحتوي المخدرات ومرسلة من سوريا، من سواحل سوريا إلى سواحل ليبيا. وبالتالي الآن الأمور فعلا كل ذلك يمر عبر اليونان. الآن ليس الموضوع نقل الركاب، يعني هذا ربما آخر هم الشركة
يعني وهذه الشركة شركة البحر المتوسط أو فري بيرد الطائر الحر. الآن الموضوع وبشكل أساسي هو موضوع يتعلق بالاتجار بالكبتاجون وإيصال الكبتاجون إلى أوروبا، وبخاصة الآن بعد أن تم التضييق بشكل كبير على توريد أو تصدير الكبتاجون من سوريا إلى دول الخليج. هناك جهود كبيرة أردنية سعودية في هذا الموضوع، هناك فائض إنتاج في الكبتاجون، نقص في العمولة، نقص في السيولة المادية، ويحتاج النظام إلى توسيع أسواقه سواء النظام أو هناك أيضا عصابات ربما طبعا مرتبطة مع النظام بشكل أساسي. كان هناك عقوبات على 3 من أولاد عم الأسد مؤخرا من قبل الاتحاد الأوروبي، لكن أيضا قد يكون هناك عصابات تعمل بشكل مستقل أو أخرى تابعة لحزب الله مستقلة كثيرا أو قليلا عن النظام. لكن دكتور خلدون، اللافت أن الدج لم يوضع على قائمة العقوبات الأوروبية والأمريكية، هل يمكن برأيك أن يعني يضاف بعد هذا التحقيق؟ نعم، أظن أن سيتم وضعه على قائمة المطلوبين ليس فقط على قائمة العقوبات. هو شخص من الواضح حتى حينما اعتقله النظام في عام 2013 وكان يتاجر بحسب ما ورد في تلفزيون النظام يعني بالعملة دون أن يمتلك ترخيص ويقوم كمكتب حوالات، ولكن هذا الشخص تم اعتقاله. طبعا تم اعتقاله وبعد ذلك نكتشف أنه يعني من أحد موزعي كبتاجون النظام إلى الخارج، يمتلك أيضا وكالة حصرية لأجنحة الشام التابعة للنظام، تابعة للمؤسسة الطيران السورية المفروض عليها عقوبات، وله وكالة حصرية في ليبيا، له أيضا وكالة في دبي. وبالتالي الشخص الآن يعمل لصالح النظام، وبمعنى آخر قد يكون بعد أن تم اعتقاله كما يحصل غالبا تم تجنيده بشكل أو بآخر للقيام بعمليات غسيل أموال وتهريب وإلى ما هنالك من قبل النظام. طيب سيد سامر، التحقيق أورد اسم محمود الدج وهو شخص محكوم عليه بالإعدام في ليبيا، برأيك هذا لا يشير ربما إلى وجود خطر على أوروبا يتمثل بوصول الكبتاجون إليها؟ سيدتي، الخطر على أوروبا، أنا على فكرة أن أضع النت عندي لذلك ما سمعت حديث الأخ الضيف، ولكن الخطر بأوروبا هو الخطر دائما موجود في ظل وجود هذا النظام. يعني النظام دائما يشكل خطر على أوروبا، وأوروبا ما كانت تفهم هذا الموضوع. سيدتي أنا لأحكي لك حادثة، يعني أنا سمعانة من مخلوف، يمكن هو أخوه أو ابن عمه لمحمد مخلوف، هو مدير عام مؤسس العام للدواجن التابعة وزارة الزراعة، وأنا موظف 30 سنة بوزارة الزراعة، بيقول بهذيك الفترة، ومخلوف ليس بعثي إنما قوميا عربيا من حزب القومي الاجتماعي السوري الاجتماعي، عفوا سوري الاجتماعي وليس قومي عربي، سوري اجتماعي، بيقول بأنه حافظ أسد كان ناسج علاقات مع كل أنظمة المافيا اللي بأوروبا، الألوية الحمراء، الجيش الجمهوري الإيرلندي. فهذا النظام يشكل خطر. الآن موجة الكبتاجون، أنا كأني سمعت حضيفك الكريم عم يحكي عن كبتاجون. نعم، من منذ أشهر تم القبض على سفينة بإيطاليا 6 مليار حبة كبتاجون. فهذا النظام لا يشكل خطر على أوروبا حقيقة. أنا برأيي ولست أبالغ، ولا الحديث ليس نابع من كره لهذا النظام مجرم، ولكن يستند إلى وقائع. هذا النظام خطر على السلم الدولي وجوده، لأنه نظام مافياوي عصاباتي، فلذلك نعم يشكل الأمر خطر على أوروبا. الآن بالنسبة لمحمود الدج، أنا رأسا تواصلت مع حلب، حقيقة اسم مغمور بحلب، وهذا يثبت حقيقة بالدليل القاطع بأن النظام كل مثل الافاعي، كل مره بيغير جلده. ما بعرف اذا تطرقت بالحديث بالمذاكره السابقه للضيف بانه الان في تغيير اسماء لمعت في موضوع التحايل على العقوبات. سيدتي الكريمه، منذ عام 1970، منذ استلام هذا النظام الى عام 1990 وهو تاريخ صدور قانون الاستثمار، كانت الفتره لعصابه آل أسد
كعائله وكمرتبطين بالعائله هي تكوين الثروات. بعد عام 1990 وانا كاتب مقالي بذلك منشور بموقعكم بانه القانون الاستثمار هو لاستثمار هذه الاموال. تم وانا شاهد عيان تم انشاء الكثير من الشركات في جزر العذراء البريطانيه اللي تعتبر جنات ضريبيه للتحايل على قانون العقوبات. نعم الان الاسم الدج الذي مثل ما قلت لك هو مغمور على مستوى حلب تم الاستعاضه عنه، والظاهر هيك اللعبه، تم الاستعاضه عنه عن آل بري في حلب الذين وقفوا موقف تشبيحي وهم ملوك المخدرات في حلب ودعموا النظام ولكنهم مرتبطون بشكل او باخر برامي مخلوف. الان تغيرت المعادله وتخيل سيد المال في سوريا وانتقلت هذه القذاره العائليه من رامي مخلوف الى اسماء الاسد، فيمكن هذا من أحد موضوع الوجوه الجديدة. طيب ماذا نتوقع من الحكومات الأوروبية بعد هذا التحقيق برأيك؟ المفروض الحكومات انا يعني نحن كنا ب ب ب 12 الشهر 12 8 كنا في مؤتمر بروكسل في لقاء أوزنبروك التابع لمؤتمر بروكسل واستقبلنا النائبة كاترين لاجزيبن وقالت حرفيا وعلى رؤوس الاشهاد بانه ما زال الموقف الاوروبي صلب حول عده مواضيع، منها اعاده التطبيع مع هذا النظام، اعاده الاعمار بوجود هذا النظام، وان اوروبا لا تعتبر امنه بالنسبه لمجرمين حرب. هذا بالعام، ولكن عمليا البيروقراطية الأوروبية تتطلب جهد كبيرة للوصول للحقائق. هي ناحية. الناحية الثانية هذا النظام ناسج علاقاته مع عصابات مافياوية، يعني الأخوين حلاق في اللي وردوا بتقرير محمود الدج هم ناسجين يعني علاقات مافياوية مع رجال المافيا بكل أوروبا. بكل أوروبا في عصابات. مع مين يربطوا؟ مع هذه العصابات. إذن قد تأخذ فترة طويلة إلى أن يكشف ذلك ويوقف هذا الموضوع. حقيقة أنا بدي وجه التحية للسوريين، كل السوريين بكل انتماءاتهم. نعم. اللي بأوروبا اللي عم يلاحوا هذا الموضوع على الدعسة واللي عم يكشفوا مرة قتلوا أخرى تقرير من هذه التقارير لسد الذرائع وتقديمها للأوروبيين بأنه هناك اختراق قانون العقوبات قيصر أو قانون المقاطعة الأوروبي. نعم سيدتي. شكرا جزيلا لك سامر كعكرلي سكرتير المكتب السياسي في حزب اليسار الديمقراطي، كنت معنا من هانوفر. وأيضا الشكر للدكتور خلدون النبواني أستاذ في الفلسفة السياسية كان معنا من باريس. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، وشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. ختام سوريا اليوم، تفاصيل أو فتجدونها على موقع تلفزيون سوريا. إلى اللقاء بأمان الله. Thank you.